تقع بوابة الحجرة عند الحاجز الشرقي لدوار الحجرة، وتقع في الموقع السابق لحدود منطقة الحجرة، وتعتبر هي المدخل إلى منطقة قلعة صحار. وصممت البوابة بارتفاع يسمح برؤية قلعة صحار من دوار الحجرة، وكنقلة بصرية من داخل وخارج الدوار، وعلامة مميزة على مستوى مدينة صحار. تقع بوابة سوق الجمعة على الجانب الغربي لدوار الحجرة، كما تفصل وظيفياً بين الدوار ومنطقة سوق الجمعة، وتفصل بصرياً بين المنطقة القديمة ومدخل السوق إلى منطقة الزراعة والنخيل الغربية.